السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا للجميع، أي بالات، شكرا للناس اللي كتدعم وكتشارك قناة باب كندا، شكرا لكم جميعا. غادي نكمل معكم في مشوار الهجرة إلى كندا. دائما الناس اللي راغبين في الهجرة إلى كندا، وشكرا للناس اللي كتواصل معايا. اليوم غادي نتكلم لكم على واحد بروفانس، كيف كنقولوا مقاطعة، درس أبديت، ميزاجور بالنسبة للهجرة إلى هذه المقاطعة. كيف كتشوفوا نوفيل فوا ديميغراسيون بور اتيري لي نوفو زاريفون ريستي اتير نوف اي لابرادور. هذا الموضوع تكلمت فيه وشجعت الناس، قلت لهم بدلوا استراتيجية ديال الهجرة ديالكم. كيف شفتوا الحلقة السابقة تكلمت على مانيتوبا وعطيت المثال بداك السيد اللي من الجزائر، كيفاش هاجر هو والولاد ديالو خرجوا على كيبك شويه، الا الناس اللي عندهم حب ورغبه في كيبك. هذاك موضوعهم، كنهضر على الناس اللي كتكلم ما عندهاش مشكل. هاد ميزاجور دارت في 18 نوفمبر. كنظن راه واحد السيد توا صيفط لي رساله، شكرا مشكور، توا راه على علم بهادي، شكرا لك اللي كتسمعني، اتوصلت بالرساله ديالك. انا هاد الميزاجور كان ديالهم انا توصلت بها بالنسبة للهجرة إلى هذه المقاطعة، بغى تدخل يد عاملة كبيرة. تابعوا الحلقة وغتشوفوا. Ce pays a enregistré un déclin de sa population. Rien pour l'aider à relever son économie, alors qu'elle est la province la plus endettée par habitant au Canada. L'avenir de son entreprise repose donc entre les mains magiques d'immigrantes comme Erlinda, une Philippine qui a choisi Terre-Neuve comme terre d'accueil. Newfoundland for me, I think this land is for me and for my family. Ici, 20% des employés sont des immigrants. Environ 2,5% de la population de Terre-Neuve et Labrador sont des nouveaux arrivants selon Statistique Canada. En proportion, c'est 10 fois moins qu'en Alberta. كيف شفتوا في الفيديو هذوك يد عامله في مانيتوبا، تابعوا معايا الشرح المفصل من فضلكم. كيف قلت لكم لو 18 نوفمبر دارت هاد الميزاجو، هاد المقاطعه بغى يد عامله وناس اكفاء، يعني عندهم مؤهلات ودبلومات ودي ميتي سبيسياليزي. علاش كنقول لكم اوتمون كاليفي، صحاب مؤهلات عاليه وصحاب الخبرات، عندهم خبره عمليه في لا تكنولوجي في اي ميدان. هادو باغين، هذا راه البرومي مينيستر ديالهم ديال تيغ نوف، هو اللي دار هذا المشروع وغادي يدخل حيز التنفيذ لو 2 جانفي. شوفوا مزيان، لونسي لو 2 جانفي 2021. لا فوا اتيرا دي نوفو زاريفون اوتمون انسكوي اوتمون كاليفي ايون اكسبيريونس سبيسياليزي دون دي سيكتور تيل كو لا تكنولوجي اون دوموند كواسون ديباسي لا فورماسيون اي ريكروتمون لوكو. حنا راه كنهضروا دابا في كوفيد، في كورونا، وحنا راه في شهر مواد نوفمبر. وشوفوا اش كنقول لكم، راه دائما ابواب تفتح وكتفتح، لا ابالغ، لان كندا والمقاطعات بحال المقاطعه لابرادور داكشي ما فيهاش السكان، تكلمت فيها وقلت لكم سيروا ليها، ما فيهاش الناس بهذا المعنى. وكيف قلت راه الهجره في كندا مساله سي با ان شوا سي نوبليغاسيون، ماشي مساله اختيار، سي رغما وضروره، ضروره بالعربيه، سي سا ضروره. كيف كتشوفوا كونس بريوريتير تيرنوف لابرادور سيرا اوفيرت او بيرسون كي اون بليزيور دي كاليفيكاسيون يونيفرسيتير او دي ميتي سبيسياليزي سويفون. بون هادشي غادي تقراوه راسكم، انا المهم عندي شوف واش باغين، اش من ميادين، تكنولوجي، صحاب لانفورماتيك، انفورماسيون، كومونيكاسيون، كنظنو لا تكنولوجي دي زوسيون، الناس اللي كتخدم في هادشي ديال البحار وهادشي ديال بون الصيد البحري واي حاجه، ولا العلوم البحريه، سي سا لي سوان دائما، هادو صحاب الفلاحه، سمعوني، اكوا كولتور، ديبلومي ميتريس، هادو شنو هما لي زيكزيجونس، دكتور انيفرسيتي، صحاب الدكتوراه، كاين اللي كيقول عنده دكتوراه، عنده ماستر، عنده بون، نتوما راه كتسماو اوتمون كاليفي، فوق لا ليسونس ماستر الفوق راك اوتمون كاليفي. ما تبقاو تسولوا بزاف، حاجه اللي غادي ديروا دائما كنرجعوا ليها، ديروا دي تيست لينغويستيك، خصكم تعملوها بغيتوا ولا كرهتوا، خصكم تعملوها. الناس صحاب كي سون اوتمون كاليفي، علاش سي دي بوين.
هادو كلهم غادي يدخلوا قل من سنه هي بوندون او موان ان اون 6 mois 7 mois 8 mois علاش حنا راه جوج مابيل بيان هاد البروسيسوس سولوا الناس راه كان كياخذ من عامين ونص لسنين حتى لاربع سنين خمس سنين كاين اللي خدا له اربع سنين وي السيستم القديم الناس هادو اللي كيدخلوا دابا راه فريمون فوزي شونسو 3 ans راك تي سافا تو فا بيان كاين اللي خدات له 5 ans 4 ans داتونت وي دابا ولات 6 mois 8 mois علاش لان كاينه اون بريوريتي خص الناس تدخل قبل كانوا ما محتاجينش بزاف ها هم هادشي غادي ندخلوا له شوفوا معايا كيفاش غادي ندخلوا كيفاش تقدروا تقدموا على هادشي لان هادشي خصكم تقراو شويه راه لاحظتوا حلقه ديال الناس غنقول لكم بصراحه ما كيتصنتوش الفيديو كاملا وما ما كيفهموش ماشي لا اعمم البعض كيمشي كيشوف 2 3 مينوت كيمشي لليان كي ابليكي على اللين كيدخل المسائل ديالو سيرتو في لونطري اكسبريس كيف شرحتها وداروا اخطاء ان السيد ما 10 دقائق من حياتك باش تشوف المعلومه وتشوف شنو هي حنا اللي فاهمين في القانون شويه بكل تواضع شوف اش كنقولوا لك والطريقه وكنقول ما تسرعوش باش دخل كيف واحدين داروا اخطاء كيدخل كنقول لهم لي تيست لانغويستيك خص يكونوا عندكم قدامكم دوكيمون اوريجينو قدامكم ودخل المعلومه ديالك سي تي اكسبتي ان كود ريفيرونس اليزي هما مشاو دخلوا داكشي بلا ما يكون عندك لي تيست اوريجينال قدامك وابري كتبغي تدخل سا مارش با طون افير بكل صراحه الله يخليكم تصنتوا وسمعوا وما ديروش اخطاء وخذوا 10 دقائق من حياتكم باش تشوف المعلومه والمعلومه صحيحه غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نابليكيو كتابليكيو كتكليكيو على هادي راه هي بالانجلي ممكن تردوها بالفرنسيه ايميغراسيون كومبيتونس اي ترافاي نيوفاوندلاند لابرادور هي كيف كتشوفوها بالفرنسيه او بالانجليزيه ملي كتضغطوا عليها كيف كتشوفوا حاولوا تقراو الله يخليكم لان باش انا ما نطولش في الفيديو ما يجيكمش طويل واخا الناس ما كتكملش لي فيديو الاغلبيه ما كيكملوش كيبغيو دائما جوج ثلاثه دقائق وكيمشي لو ليان وكيبدا كيرتكب اخطاء كنصحكم الله يخليكم تصنتوا استوعبوا وما تسرعوش درتي خطا وترفض لك لو دوسي سي فيني كيولي صعيب باش تعاود تابليكي كنقولها دائما خذوا الوقت الله يخليكم كتكليكي على هادي ابليكي اونلاين كيف كتشوفوا ايميغراسيون كومبيتونس اي ترافاي بيرو ديميغراسيون راكم في لو سيت غوفرنمونتال ديال لابرادور تير نوف لابرادور هادي راه مقاطعه ما عندهمش البشر ما عندهمش الناس بهذا المعنى باغي نعمروها تير نوف كلهم هادو عندهم مشكل كبير في 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 السكان بهذا المعنى ملي كتعمروا هذه اسئله كيطرح عليكم راه بالفرنسي ولا بالانجليزيه يعني الناس اللي عندها عقود عمل جاتها شي عقد عمل ولا عنده دي كاليفيكاسيون اوتمون كاليفي ولا اكسبيريونس راه كيدوزوا في هذا البروغرام ديال لابرادور غادي تكملوا راسكم انا ما يمكنش نكمل ان هذا موقع حكومي يعني خصك تدخل الاجراءات ديالك والمعلومات حقيقيه الايميل ديالك كدير هنا سوي داكا خوشا وكتكمل ان عندك دي كيستيون 10 الاسئله غادي تطرح عليك خصك تكون موجود موجد لي دوكيمون ديالك كما هما فيغيتاب وقدامك هذا هو امور مبسطه سهله خذوا وقتكم ما تسرعوش وقدموا الناس اللي فيهم الشروط وهاد المواصفات على هاد تيرناف لابرادور كيف شفتوا في المينيستر ديالهم لو 18 نوفمبر راه يلاه يومين هادو ميم با يعني حنا اوني لو 20 بهذا المعنى يعني راه يومين هادي باش خرج كنتمنى لكم حظ سعيد وموفق للجميع وتنالوا المشوار ديالكم والهدف ديالكم شكرا لكم من اي بلاد ما تنساوش لايك دعموا القناه الى اللقاء